السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هوريكم روتيني في تنظيف عشه الحمام بتاعت والدتي، وعلى طريقتها هي، وتنظيف الكنون او العشوش بتاعت الحمام، مكان الحمام من اي ميكروبات او اي مرض او اي حاجه تصيب الحمام بتاعي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنبتدي دلوقتي. اول حاجه نعملها زي ما انتم شايفين الارضيه، احنا الصبح دلوقتي وما عندهمش اكل ولا ميه ولا اي حاجه، والعشه بتاعتهم عايزه تتنظف. اول حاجه هنعملها هننظف الكنون بتاعتهم داي، زي ما انتم شايفينها دي يا بنات، اللي هي العلاوي اللي هي الصغيره دي اللي بيعملوها، ومبنيه كده في الحيطان، معموله زي كنون تتنظف بسهوله والحمام بيبيض فيه. بتجيب المكنسه كده يا بنات وبتصلح من جوا الكنون دي كويس كده بالمكنسه. هتلف على الكنون كلها واحد واحد. هكمل باقي الكنون كده بالشكل دي تنظيف، وبعد كده ارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. انا صلحت الكنون كلها بتاعت الحمام زي ما انتم شايفين اهي بالشكل دي. ابتدي دلوقتي اعمل الخلطه بتاعت والدتي اللي هي بترش بيها الكنون من جوا، عشان لو في دود او اي حاجه من تحت الحمام بموت وما بيقعدش تحت الحمام. هنبتدي دلوقتي يا بنات نعمل خلطة دي حلي فيها شوية مية، وعندي خل هضيف فيها شوية خل عشان الميكروبات والأمراض والطفيليات. اهي يا بنات ودي صابونة اللي هي الصابونة البيضة الغشيمة، عشان اي دودة او اي حاجة تنزل بال تموت تموت البكتيريا او اي حاجة فيها. اجيب الصابونة كده وابشرها بالمبشرة في المية، ابشرها كلها يعني ابشر شوية مني. طلع الصابون كله من المبشرة. واخد الخلطة بتاعتي داي وارش بيها الكنون كده من جوا. وهجيب يا بنات من الخلطة داي وارش كده الكنون من جوا. هرش الكنون كلها كده من جوه بالشكل دي، عشان الديدان من تحت الحمام ما تقعدش في الكنون وتطلع، والريحة هتضايقها والخل طبعا هيضايقه فهتطلع. ولو في عندك حمام صغير يعني مثلا زي كده ها، وما تطلعوهوش من العش تبيه، بعد ما يطلع كده ويطلع ويكبر تنطف العش بتاعه وتعمليه وتنطفيه وترشيه بالخلطه داي. هكمل رش الكنون بتاعتي كلي وارجع لكم تاني. بعد ما رشيت الكنون كلها يا بنات بالميه كده ونضفتها، هتيجي الوقت اجيب الميه بتاعت الحمام بتاعتي هكبه زي ما انتم شايفينها هي من امبارح، وبالفرشه داي بالمكنسه كده هغسل
المعون ده اللي بنحط فيه الميه بتاعت الحمام. دي صفيحه بتاعت غاز عاديه وفاتحينها كده بالنص، عاملينها يعني بيحطوا فيها الميه كده للطيور والحمام. اغسلهم كده كويس واكب الميه واشاهدهم. اكب الميه بتاعتهم كده واشاهدهم وانضفهم زين. وده الدشت بتاع العلف اللي بنحط فيه العلف للحمام، برضه هغسله وانضفه. وبعد كده نرجع وارجع لكم تاني ننضف باقي العشه. بعد ما غسلت المواعين يا بناتي بتاعت الميه وبتاع الاكل، هبتدي دلوقتي اغسل امسح عفوا اكنس الارضيه كده بتاعت العشه كده من تحت، واطلع الزبط ده كله اللي فيه اهو كده بالشكل ده، ما اخليش فيها اي حاجه. هوريكم يا بنات انا الدود اللي بقولكم عليها اللي بيربيه الحمام، واحنا هنرش الارضيه برده تاني بالخلطه اللي احنا عملناها دي، الخل والصابون الغشيم اللي هو الصابون الابيض العادي. في بيضه هاي طالعه من مكانها، شايفين يا بنات؟ شايفين ده الدود اللي بربيه الحمام اهو، زي ما انتم شايفين يا رب يكون واضح اهو. فهو ديت اللي بقولكم عايزين نرشله الميه عشان يطلع يتخنق من ريحه الصابون والخل ويطلع. نشيل البيضه ده عشان نحطها في مكانها. اهو بالشكل دي. المكنسة كده كله تشيليه. هنضف انا الاوضه كلها بالشكل دي وبعد كده ارجع لكم تاني. وبعدين صلحت يا بنات العشه كلها الارضيه من تحت، واجيب دلوقتي الم هي الفضلات، اجيب جلده كده والمني واخدها على الغيط اللي هو الفضلات بتاعت الحمام ده، تستخدم كأن اسماد يعني اسماد طبيعي. افضيها كده في الغياط، الهم كلهم بالجردل كده واخدهم على الغياط. يعني الغيط تفتح الباب اهو وتلقي نفسك في الغيط على طول، في الجنينة على طول. اخدهم كده وفي الزرع وفضيهم كاسماد طبيعي. هجيب باقي الكمية كلها بتاعتي كده بتاعت الزبل بتاع الحمام وانضفها ونحط مية للطير الحمام، وبعد كده نرجع تاني. ودينا يا بنات رجعنا تاني بعد ما رمينا زبط الزبل وحطيناه في الزرعة كاسماد يعني للأرض، وحطيت مية هي نظيفة وغسلت المواعين بتاعت الحمام وغسلت القشط اللي بنحط له فيه الأكل بتاعه، ورشرشت الأوضة بالمية بصابون والخل عشان الدود اللي كان في الأرض اللي فاض من الكنون، وهضيف لهم دلوقتي العلف عشان ياكلوا. وادي روتيننا النهاردي تنظيف عشة الحمام مع الخلطة الوقاية والحماية ليهم من الجدان. لو عجبكم الروتين بتاع النهاردي تنظيف غرفة الحمام ما تنسوناش في الاشتراك واللايك.